الكلام ده على ايه؟ لقينا عندنا بنت مصريه متواجده في امريكا بتدرس هناك في الجامعه وبتشارك كمان في البطولات الجامعيه الخاصه او الدوري الخاص الامريكي للدايفنج او الغطس، وقدرت هي تكون بتحقق المركز السادس. فدي فرصه بقى ان احنا نبارك لها ونقرب اكتر من المجهود اللي هي بتبذله، ونشوف كده المستوى ماشي ازاي وطموحاتها كمان في الدايفنج ومن التواجد في امريكا. مها عامر منورانا، مساء الخير عليكي. ازاي حضرتك؟ احنا سعداء جدا بتواجدك معانا حتى لو من خلال زوم، ولكن ان شاء الله تكون في فرصة كمان ان احنا نقابلك ونبارك لك على الاداء المميز. اكيد طبعا انا اسعد، ميرسي. طيب يعني احنا بنتكلم عن الدايفنج، وخليني كده قبل ما اتكلم عن سفرك حتى لامريكا، ولكن الدايفنج في مصر انا ما شفتش ناس كتير سواء رجال او سيدات بيلعبوه، فانت اختيارك للدايفنج كان ماشي ازاي؟ وحتى وانت في مصر كنت بتتمرني في نادي ايه؟ الموضوع كله بدأ، كنت أنا بلعب جمباز وأنا صغيرة، وبعدين كنا عايزين نشوف حاجة تبقى شبه الدايفنج شوية، شبه الجمباز شوية. فمدرب بتاعي في مصر شاف إن أنا ممكن أبقى كويسة في الدايفنج، فابتديت دايفنج وأنا عندي 7 سنين تقريبا، ومن ساعتها ما سبتوش. اوكي، ده كان في نادي ايه؟ بلعب في نادي هليوبلس. كنت في نادي هليوبلس. اوكي طيب، البطولات يعني كلمينا بقى عن سفرك لامريكا علشان تكوني بتدرسي، انت في جامعة ايه وفي ولاية ايه؟ انا سافرت في 2017، وجامعة اسمها University of Arkansas، هي في ولاية أركنساس. هي مش ولاية معروفة قوي، هي فوق تكساس بالظبط. يعني سافرت علشان كنت عايزة ألعب رياضة على مستوى عالي، وفي نفس الوقت عايزة أدرس. إن الجامعات في مصر بتبقى أصعب شوية، إن يبقى في تناسق ما بين الرياضة وما بين توفقي ما بين الاثنين. الجامعات. أيوة. أيوه طيب، السفر لأمريكا بيكون عندهم كمان معايير خاصة عشان يكونوا بيقبلوكي في جامعة حتى لو انت هتكوني بتمارسي رياضة، فحابة أعرف إلى أي مدى كان الموضوع أصلا يعني سهل إن انت تكوني بتتواصلي مع جامعة في أمريكا، خصوصا إن المصريات مش معروفين مثلا في رياضة الدايفنج، فإزاي تم قبولك في الجامعة؟ انا المدرب بتاعي كلمني، كنت في البطوله، كان في بطوله قبل الاولمبياد بتاعت 2016 على طول، وكان المدرب اللي هو بتاعي دلوقتي بتاع امريكا كان هناك، وانا في البطوله عرض عليا ان انا اجي ادرس هنا والعب دايفنج كمان في نفس الوقت، وان هم تبقى على منحه. وكان قبل الاولمبيكس على طول، فانا ما كنت كنت لسه في كنت لسه في تانية ثانوي، فما كانش لسه الموضوع، ما كنتش لسه بفكر فيه قوي. فبعد الاولمبيكس كان ابتدى الموضوع يبقى جد شوية، وكنت داخلة على اخر سنة مدرسة وبس. فكلمني تاني بعد الاولمبيات وقال لي لو عايزة اجي اشوف الجامعة واتفرج على الجامعة عامة، وعلى الفرقة وكل حاجة في الجامعة وبس. فسافرت بعد الأولمبيات، أنا ومامتي جينا شفنا الجامعة وعجبتني، فقلنا خلاص كملت في المدرسة. بس كان طبعا درجات لازم تبقى ال عالية، SAT لازم يبقى عالي جدا. لازم يبقى، كان ساعتها كنت باخد ال SAT، فكان لازم ان انا اذاكر لل SAT واجيب درجات عالية تبقى اعلى شوية من الناس اللي موجودة هنا، علشان طبعا ان هم يقبلوا حد من بره يقبلوك بيبقى هنا. اصعب شويه عن ان هم يقبلوا حد في امريكا، او ايوه حد اوريدي عايش في امريكا. فقعدت، وانا كنت علمي علوم، فكنت قعدت اخر سنه دي كنت مركزه ان انا اذاكر اجيب درجات عاليه في المدرسه عشان يبقى الجي بي اي بتاعي عالي، وركزت برضه ان انا ابقى واخده اس اي تي يبقى درجاتي عاليه فيها وبس. كنت بلعب دايفنج طبعا ساعتها برضه. طيب يعني كلميني، اشمعنى البطولة الأخيرة دي تحديدا اللي انت حصلت فيها على المركز السادس اللي سمعت عندنا في مصر؟ يعني انت بقالك من 2017 موجودة في أمريكا، أكيد عملتي نتائج برضو كويسة، اشمعنى دي اللي عملت الفيدباك ده؟ انا رحت الاولمبياد 2016، فاول لما اتاهلت 2016 كان في برضو حاجات حصلت على السوشيال ميديا. اول لما اتاهلت يعني اصغر لعيبه على ال 3 متر، كنت انا اصغر لعيبه، فده كانت حاجه اتشهرت شويه، او اتعملت شير كتير على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا عامه. وانا السنه اللي فاتت انا بس ما كنت بلعب، عملت حاجه اسمها ريد شيرت،
اللي هو ببقى في الجامعه وبتمرن كتير قوي علشان تاهيل عشان اروح بطولات تاهيل بتاعت الاولمبيكس بتاعت 2020، بس طبعا ده اتلغى. فالسنه اللي فاتت انا ما لعبتش تبع الجامعه، لعبت تبع المنتخب بس. وبعدين دي كانت اول بطوله كبيره السنه دي، طبعا بعد الكورونا وكده كان الدنيا كلها قفلت، ما كانش في اي بطولات. ف بس ودي كانت بطوله كبيره يعني، برضو ان الغطس في البطوله دي بتبقى اصعب، بيبقى جامد يعني. ف كانت بطوله كويسه يعني. طيب ماشي، انتي دلوقتي بتشاركي في بطولات تبع الجامعه وكمان في بطولات على مستوى امريكا، ولا في اختلاف ان انتي تكوني ما ينفعش وانتي طالبه تشاركي في البطولات دي؟ بتعمليها ازاي؟ هو مفيش غير بطولة واحدة بس في أمريكا اللي أنا ممكن أشارك فيها، اللي هي زي بطولة الجمهورية بتاعت مصر، بس هي اتلغت السنة دي علشان كانت المفروض تبقى في ديسمبر، بس عشان حالات كورونا كانت عالية فلغوا البطولة. بس دي البطولة الوحيدة بتاعت أمريكا اللي أنا ممكن أشارك فيها. وعادة البطولة دي بتبقى في نفس الوقت بتاعت بطولة الجمهورية بتاعت مصر، فبضطر أنا أرجع مصر في ديسمبر ألعب بطولة الجمهورية، فبلعب أمريكا وبلعب مع النادي بتاعي وبلعب مع مع المنتخب الجامعة. ومع الجامعة عندك كمان متهيألي بيبقى ومع الجامعة كوميتمنت بقى مع الجامعة، ده لازم ان انت تكوني بتشاركي في البطولات. بتاعت الجامعة. أكيد طبعا، ده كوميتمنت. مش أوبشن إن أنا أقول لأ. بالظبط. طيب لو بقى اعرف فرق التدريب، يعني انت قعدتي في مصر كتير وسافرتي امريكا وبقالك فترة متواجدة، اعتقد ان في اختلاف في شكل التدريب ملموس بالنسبة لك. أكيد طبعا، يعني أنا لو ما كنتش لعبت دايفنج في مصر بالطريقة اللي أنا لعبت بيها وبالطريقة المدرب بتاعي ربى فيا الحتة إن أنا أبقى عندي ثقة ويبقى عندي كوميتمنت إن أنا على طول أروح التمرين وعلى طول أبقى كويسة، ما كنتش هوصل للي أنا فيه. فهو في اختلاف طبعا ما بين لما كبرت، كان الموضوع اختلف شوية، إن بيبقى في إن هو زي ما قلت التوافق ما بين الرياضة وما بين الدراسة بتبقى صعبة قوي في مصر، ان بيبقى فيه التقدير مش او مش تقدير الـ ان احنا ندي للعيب ده فرصة ان هو يغيب مثلا او كده عشان يروح يشارك في بطولة او كده، بيبقى موضوع صعب ان هو يرجع ويكمل الدراسة بتاعته، فبيضطر الناس ان هي تسيب الرياضة بتاعتها. فكان ابتدى بقى لما ابتديت ابقى في ثانوية عامة، كان الموضوع او مش ثانوية عامة، لما دخلت ثانوي يعني كان الموضوع اختلف شوية. فطبعا هنا بيبقى فيه روتين، يعني بصحى الصبح اروح اتمرن على حسب اليوم، اتمرن يا اما في البسين يا اما اتمرن عندي فتنس او كده، وبعدين بيبقى عندي جامعة في النص على حسب الكلاسز او كده اللي عندي، وبعدين بيبقى عندي تمرين تاني، وبالليل بيبقى عندي كلاسز تاني محاضرات تاني، وبيبقى عندي او اذاكر على حسب برضو اليوم. وانا عايشه جنب جامعه بالظبط، فبيبقى سهل ان انا اروح وارجع من الجامعه، مش بيبقى فيه موضوع، مش صعب ان انا مش يعني مش اي صعب ان انا almost dorms، يعني حاجة كأنك قريبة من الجامعة جدا. فاهمة قصدك. شبه الدورمز، بس انا مش في دورمز، بس انا جنب الجامعه بالظبط، فسهل بالنسبه لي ان انا اروح وارجع. وطبعا في روتين، يعني في حاجه في سكادجول معين، او في سيستم، اعتقد هي السيستم. في سيستم. بالظبط. في طيب مصر الموضوع مختلف شويه، ان مش مفيش بقى السيستم ده، بيبقى اللي هو خلص مدرسه ويطلع على التمرين، وبعدين بخلص تمرين وكده بروح ذاكر. فطبعا الموضوع بيبقى مرهق جدا، ان بتبقى على اخر الاسبوع بتبقى مرهق، ولا انت عارف تتمرن كويس في التمرين ولا عارف تعمل كويس في المدرسه او الجامعه، فطبعا بيبقى السيستم مختلف شويه. اوكي، يعني انت قادره دلوقتي تكوني بتعملي تايم مانجمنت. وحابه بقى اسالك عن اولمبيكس طوكيو، كنت بتتكلمي ان البطولات المؤهله ليها تم تاجيلها دلوقتي، خلاص شهور قليله بتفصلنا عن طوكيو 2021، ممكن نشوفك فيها ولا ايه البطولات اللي هتشاركي فيها؟ في بطولة تأهيل بتاعت الأولمبيكس في شهر 4 في اليابان، دي كانت المفروض تبقى السنة اللي فاتت في شهر 4 برضو في اليابان، بس هي اتلغت. بس إن شاء الله يعني عندي ثقة إن يبقى في فرصة كويسة إن أنا أتأهل إن شاء الله من البطولة دي، يعني أنا عملتها قبل كده وأنا صغيرة، فاتحسنت عن ما كنت عندي 16 سنة، دلوقتي عندي 21 سنة، فإن شاء الله يبقى في فرصة أحسن شوية. بإذن الله. مها بشرفانا ومبسوطة جدا ان انت كنت معانا النهاردة، واكيد هيبقى كل السبورت ليكي في الفترة اللي جاية ان شاء الله موفقة. نشكرك شكرا جزيلا.